عفوا، يبدو انه يعني للاسف جو ما بعرف شو عم بيصير بهيدي الاثناء. يبدو في شباب قاطعين وحبوا انه ما بعرف يقطعوا بهالطريقه، ما بعرف ليه. شو القصه؟ شو القصه؟ يبدو عم بيصير في اشكال بهيدي الاثناء جو، بس انه بس للاسف يعني هذا مش اول اشكال بين المتظاهرين، يعني احترام لك. ما بعرف هلا عم نمروا الله اشكال شو ما في مشكل. شو اسمك؟ اوكي، مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ شو اسمك؟ وديع الشيخ. وديع الشيخ بعرف من حضرته يعني. وديع لا لا والله بس حضرتك ما فهمت يعني اليوم اذا فلان جاي على الشارع نحن كنا هلا على الهواء حتى يبين على الكاميرا. فكرنا صار شيء انضربت الكاميرا وانضربنا نحن لانك فايت على قلب الساحه. العالم عم تدفش علي يا جويس، بتمنى ترجعي تجاوبيني على سؤالي. شباب دفشوا كلهم اخوات هوا بس لانه مش طريقه اليوم العالم بدها تكون كلها متساويه بالشارع، يعني ما حدا بدفش حدا وما حدا بيجبر حدا يطلع على الهواء. انا ما بعرفه، بعرف مين بيكون. بعتذر، بدي اقول شغله، انا كنت عم بختصر جوابي. يا ريت منقرب فرناندو، منقرب شوي لانه يبدو انه في هون يعني كثير اكتظاظ بطريقه ما بعرف ليش الشباب تصرفوا. تفضلي جويس، تفضلي. شو ما بعرف ليش البادي جاردية والشباب يلي معه عم بيقول لي اسمه وديع الشيخ، يعني حتى عم بيجروا الكابلات للاسف. بعد الصوره عندكم.